ارتفاع حصيلة قتل الغارة الأمريكية في سوريا، وبايدن يؤكد أن واشنطن لا تسعى إلى صراع مع إيران. تقرير للأمم المتحدة يتهم أوكرانيا وروسيا بإعدام أسرى حرب خارج نطاق القضاء. ماكرون يؤكد أنه لن يرضخ للعنف بشأن إصلاح نظام التقاعد الفرنسي، وحكومته لن تتنازل رغم الاحتجاجات. نشرة الأخبار من أكاديمية فوكس، أهلا بكم. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده لا تسعى إلى صراع مع إيران، لكنها مستعدة حسب قوله للعمل بقوة لحماية شعبها. ويأتي تصريح بايدن غدا ضربات جوية في سوريا نفذها الجيش الأمريكي، وأسفرت عن مقتل نحو 19 مسلحا مواليا لإيران، ردا على هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة، وأسفر عن مقتل متقاعد أمريكي. أجرت سوريا والسعودية مباحثات تتعلق باستئناف الخدمات القنصلية بين البلدين بعد قطع العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من عقد. وتأتي هذه المباحثات بعد اتفاق تاريخي لإعادة العلاقات بين السعودية وإيران، وهي الحليف الرئيسي للرئيس السوري بشار الأسد. نشرت الأمم المتحدة تقريراً يؤكد أن كلاً من روسيا وأوكرانيا قد نفذتا عمليات إعدام خارج نطاق القضاء في حق أسرى من البلدين في خضم الحرب في أوكرانيا. من جهته قال مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني ديمترو لوبينيس أنه فوجئ بالمزاعم ضد القوات الأوكرانية، مشيراً إلى أنه لم يتم إبلاغه بها مسبقاً وأنه يريد معرفة الحقائق التي استند إليها التقرير. قال رئيس أركان الجيش الأوكراني أن معركة بخموت، المدينة الأوكرانية التي تحاول القوات الروسية السيطرة عليها منذ عدة أشهر، بدأت تهدأ. وكان مسؤولون في الغرب قد رجحوا في وقت سابق من الشهر الجاري أن ما يتراوح من 20,000 و30,000 من القوات الروسية سقطوا بين قتيل وجريح في بخموت الصيف الماضي. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لن يرضخ للعنف بعد المواجهات وأعمال الشغب التي تخللت المظاهرات العارمة ضد قانون إصلاح نظام التقاعد، مؤكداً أن حكومته لن تتنازل عن أي شيء في مواجهة العنف. من جانبه أعلن وزير الداخلية جيرال دارمانان أن تم توقيف أكثر من 450 شخصاً وتسجيل إصابة 441 من عناصر الشرطة خلال أخطر أعمال عنف منذ بداية الحراك في يناير. في الختام تذكير بأهم العناوين: ارتفاع حصيلة قتلى الغارة الأمريكية في سوريا، وبايدن يؤكد أن واشنطن لا تسعى إلى صراع مع إيران. تقرير للأمم المتحدة يتهم أوكرانيا وروسيا بإعدام أسرى حرب خارج نطاق القضاء. ماكرون يؤكد أنه لن يرضخ للعنف بشأن إصلاح نظام التقاعد الفرنسي، وحكومته لن تتنازل رغم الاحتجاجات. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية نشرتنا. للمزيد من الأخبار يرجى زيارة موقعنا focusacademy.tv. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.